يا مساء الفل والجمال واللعبه الحلوه والسعاده على كل ست حريفه في العالم. اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج الحريف. مش عارفه ابدا معاكم ازاي النهارده، بس عايزه اقول لكم ان انا عندي احساس مختلف جدا ومش مصدقه وقفتي النهارده كمذيعه في قناه النادي الاهلي، النادي اللي بنتمي له وواحده من جمهوره الكبير جدا. عايزه اقول لكم اني حاسه بكميه مشاعر متلخبطه مختلفه، مش هكدب عليكم، في شويه توتر على شويه حماس على شويه فرحه، بس الشعور الاكبر ان انا مبسوطه جدا 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 ان انا معاكم بجد على قناه الاهلي، وهكون معاكم ان شاء الله انا اميره فراج وزميلتي هند مدحت كل يوم من الاحد الخميس من الساعه 3 للساعه 4:30. هنقدم موضوعات مختلفه، يا رب تنول اعجابكم، يا رب احنا كمان نكون خفاف عليكم وتحبونا. مساء الفل يا هند. مساء الفل يا اميره. إيه الأخبار؟ انا عايزه اعرف قبل اي اخبار، انت حاسه باللي انا حاساه دلوقتي ولا اهدى؟ انا احساسي مختلف تماما. فكره خدي بالك، انا من وانا صغيره وانا بروح اتفرج على الماتشات واجري اروح الاستاد واشوف الاهلي بيلعب فين واسافر له. فكره التحول من مشجع للنادي الاهلي ومشجع متعصب قوي، يعني لو بعيط وبفرح والكلام ده كله، الى مذيعه داخل قناه النادي الاهلي، على قد ما هو شرف كبير جدا 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 بتشرف بيه، وسعاده كبيره جدا على قد ما هي مسؤوليه. بتمنى ان نكون على قدرها، وان شاء الله نقدم لحضراتكم محتوى مفيد جدا جدا. احنا النهارده عندنا فقرات كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم، هنعرفكم اكتر مواضيع برنامجنا، بس البرنامج اسمه الحريفه، ولما نتكلم عن الحريفه فالاهلي رمز للحرفنه، ولما نتكلم عن الحريفه كمان الست بتيجي في المقام الاول، يعني لو عندنا بطل رياضي فهتلاقي ام وزوجه واخت، هتلاقي دايما الداعم ليه هو الست، وكمان الستات الحريفه في المجالات المختلفه سواء كانوا رياضيا او في المجالات المختلفه. هتقدري تقولي الست هتكون موجوده معانا كده ايه في البرنامج الكل في الكل. بالظبط يا هند، وبرده الراجل هيكون مكانه محفوظ ان شاء الله معانا، مش هننساه، هيكون ده من خلال فقرتين 2-1 وضربه حره، وهنعتبره منافس وشريك، هنشاركه في مواضيعنا وهنحاول نثبت له هل احنا فعلا ما بنقدرش نعمل كل حاجه زي ما هم بيقولوا، ولا الست تقدر تعمل كل حاجه واي حاجه. وانا من وجهه نظري كست شايفه ان الست تقدر طبعا تعمل كل حاجه. احنا بجد بنعرف نلعب، بنهاجم ساعات، وبندافع طول الوقت عن كياننا وعن بيتنا واولادنا وشغلنا، وفرصتنا هنا على قناه الاهلي، على قناه الاهلي عشان نتكلم من وجهه نظرنا في الكوره، في العلاقات، في الحياه، من خلال استوديو تحليلي هيكون لاول مره موجود وهتشوفوه بس على قناه الاهلي. هي اقول لك انه دي اكتر فقره انا متحمسه ليها، علشان بقى نكسر تابو انه الستات ما بتفهمش في الكوره، وان الستات ليها شغلانات معينه. هيكون موجود معانا محللات دارسين كوره، فاهمين كوره كويس قوي قوي في فقره الاستوديو التحليلي ان شاء الله. خلينا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم في السريع اهم الاخبار الرياضيه على الساحه، وكمان اهم اخبار النادي الاهلي. اول حدث معانا مش خبر لانه كان اول امبارح، هو فوز النادي الاهلي على نادي المقاولين العرب. الماتش كان جامد جدا وكان شد اعصابنا جدا، ده في مباراه الدور الثماني لبطوله كاس مصر، واللي حسمها المارد الاحمر بضربات جزاء بعد ما انتهت اشواطها بالتعادل الايجابي 1-1، وبعد كده ان شاء الله ده هيأهل الاهلي ان هو يواجه سموحه في دور نص النهائي من كاس مصر. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، اكيد الفريق بيسعى دايما للتدويق والبطوله واستعداد لللقب مره ثانيه ان شاء الله. مظبوط، الف مبروك للنادي الاهلي طبعا وجماهيره اللي اكيد مبسوطين بفوز الفريق، لان مفيش شك يا جماعه ان فوز الاهلي في العادي بيدينا سعاده كبيره ولا في غيره يفرحني. هي مش جمله بس بنهتف بيها في الاستاد، لا هي بجد، هو مفيش حاجه بتفرحنا قد النادي الاهلي. وانت عارفه كمان اجمل ما في الموضوع يا اميره ان الفريق بيواصل سلسله انتصارات بيحققها مع السويسري مارسيل كولر، انتصارات متتاليه بعد موسم بيعد الاصعب في تاريخ النادي الاهلي على الجمهور وعلى اللعيبه وعلى مجلس الاداره. فكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عايزين يصالحوا جمهورهم في الموسم ده، والنتائج كلها مبشره ان شاء الله. خلينا كمان نروح لتاني خبر عندنا النهارده، هو انه الجهاز الفني قرر اعطاء راحه للاعبين من التدريبات الجماعيه النهارده، وان هم يرجعوا تاني للتدريبات من بكره علشان يستعدوا لمواجهه فريق طلائع الجيش في اطار منافسات دوري رابطه الانديه المصريه المحترفه يوم الجمعه الجايه على استاد ملعب الاهلي. والسلام.
ومن الاخبار اللي معانا برضو، الفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي فاز امبارح على فريق هوليلودو بنتيجه 38-21 ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين. والمباراه كانت حماسيه وقويه جدا من الفريقين، لكن الاهلي قدر يحسمها لصالحه في النهايه. اخر خبر معانا النهارده هو الاسباني اوجاسي بوش مدير الفني للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي هيرجع بكره الاربع من السفر بعد ما سافر لاسبانيا علشان يطمن على اسرته بعد ما حصل الفريق على راحه لمده 6 ايام لتتويجهم بلقب دوري مرتبط للمحترفين، وهيبدا باذن الله من يوم الخميس استعداداته مع الفريق للمباريات الجايه. تعالوا بقى نروح دلوقتي لفقرة بتاعتنا هتبقى معانا إن شاء الله اللي اسمها صورة في تعليق. كل حلقة هيكون معانا فيها صورة هنعلق عليها ونقول مدى تأثيرها ورسالتها للجمهور. وزي ما احنا شايفين دلوقتي هنشوف الصورة اللي هتنزل معانا دلوقتي عشان نعلق عليها. صورة النهاردة كابتن محمد شناوي الحارس الأمين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو بيتصدى لركلة الجزاء الأخيرة لمباراة الأهلي والمقاولين العرب في بطولة كأس مصر. الحقيقه يا اميره، قبل بس ما نتكلم عن شناوي، انا من اصعب لحظات حياتي لما بشوف ماتش الاهلي فيه ضربات جزاء، بس اللي بيطمنا ان شناوي موجود كل يوم بياكد انه احسن حارس في مصر وافريقيا بارقامه وبادائه. تحسي ان السد المنيع كده موجود في حراسه مرمى الاهلي مطمنك في اللحظات الصعبه والمؤلمه، على طول جاهز قد التحدي وقد الثقه اللي بيديها له جماهير الاهلي، وهو الصراحه كان متالق جدا في ماتش المقاولين العرب. حقيقي جدا، واحنا بنتمنى له التوفيق هو وكل نجوم النادي الاهلي، ووجوده فعلا امان. يعني انا ما بحبش برضو ان الماتش يوصل معانا لضربات الجزاء، اعصابي بتبقى متوتره جدا، بس وجوده امان، وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ودايما في بطولات باذن الله. ودلوقتي بعد ما خلصنا اخبارنا وصوره النهارده، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف منورتنا النهارده في اول حلقاتنا هتكون عن ايه. استنونا ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لأول فقرات حلقتنا المنورة. وبما أننا كلنا عايشين دلوقتي في أجواء كاس العالم، ما ينفعش تكون أول حلقة في برنامج الحريفة وما نتكلمش عن الحريفة وأهم إضافة في كاس العالم لكرة القدم السنة دي في قطر. ممكن يكون كتير ما خدوش بالهم من اللي حصل، لكن لأول مرة في تاريخ المونديال يكون في تحكيم نسائي، والست تكون مكانها محفوظ في قائمة الحكام اللي هتدير الماتشات الفترة الجاية. اللي ما يعرفش، احنا عندنا في كاس العالم كستات 6 حكمات، منهم 3 حكمات ساحة، وهم الفرنسية ستيفاني فرابار، الرواندية سليمة موكاسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا. وده طبعا يا أميرة حصل بعد ما الفيفا عملت مجموعة من الاختبارات البدنية على الحكام دول وقيموا أدائهم في ماتشات مهمة ومختلفة. متهيألي معانا مداخلة تليفون دلوقتي. حقيقي يا هند، فعلا لما نبص على الاسامي اللي اختاروها هنلاقي مثلا ستيفاني فرابار كانت بتحكم في نهائي كاس السوبر الاوروبي 2019 ما بين ليفربول وتشيلسي، وحكمت في مباريات دوري ابطال اوروبا سنه 2020. واما ياماشيتي دي اول ست بتدير مباراه في دوري ابطال اسيا الرجال سنه 2019، ولو بصينا على سليمه فهي اول ست بتشرف على مباراه في كاس الامم الافريقيه للرجال في يناير اللي فات. يعني كل واحده منهم من قاره مختلفه غير الثانيه، فما شاء الله كل واحده منهم مثال مشرف لكل ست في العالم، واعتقد انهم قد التحدي، والا ما كانتش الفيفا اختارتهم عشان يكونوا حكمات في كاس العالم في قطر اللي هيتفرج عليها ويتابعها العالم كله. صح، مظبوط. عايزه اقول لك بقى انه بصراحه القرار ده يمكن كان في حكمات قبل كده لكن ما كانش في حكمات ساحه، فخلينا نقول انه الفيفا بيضرب بقوه، يعني بعيدا عن كل حاجه بيعملوها سواء كنا متفقين معاها او لا، بس في الموضوع ده تحديدا بيؤكدوا على فكره كسر تابو ان الست ما تقدرش. انا شايفه انه الاختيار ده مش سهل خالص، وعلشان كده عجبني اكتر رد رئيس لجنه الحكام في الفيفا لما علق على الموضوع ده وقال الجوده هي اللي بتهمنا مش الجنس. برافو. ودي حاجه بتشجع كل ست انها ممكن تعمل اي حاجه طول ما هي واثقه في قدراتها، مامنه في نفسها، وشايفه ان هي تقدر تعمل ده. طول ما انت شايفه ان انت تقدري تعملي اي حاجه اللي حواليك هيبتدوا يشوفوا ده. انت ايه رايك؟ انت شايفه انه الست تقدر ان هي تكون حكمه؟ بصي هند، خليني اقول لك ان انا اول ما عرفت الخبر ده كنت فخوره جدا ان الست بجد بجد ابتدت تاخد خطوات وتثبت نفسها في مجالات مختلفه، وقدرت تكسر حواجز ان في مهنه للرجاله بس،
لا احنا يا جماعه دلوقتي في 2022 مفيش حاجه اسمها للرجال فقط طالما الست قادره. في طبعا شغلانات ما نقدرش في جسمانيا وبدنيا الموضوع دلوقتي ان احنا فعلا تطورنا، لكن في ردود افعال سلبيه شويه، وده طبيعي ان كل حاجه جديده بتكسر عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا، بتاخد وقت علشان نبتدي نفهمه ونتقبله، وبعد كده بيكون ده شيء عادي وطبيعي. ودينا ماشيين في طريق تمكين المراه في المجتمع الرياضي وتغيير نظره المجتمع لقدره المراه. مظبوط. عارفه كمان اللي بيحصل ده بيفكرني بحاجه لذيذه جدا. اول ما بدات ظاهره كره القدم النسائيه كان في كم من الانتقادات، عشان ده من قريب فانا فاكراه كويس قوي، من نوعيه دي لعبه للرجاله، الستات ما بتعرفش تلعب كوره، الستات ما بتفهمش في الكوره، ازاي هتلبسي شورت وتي شيرت، ازاي هتلعبي رياضه وانت محجبه. وخليني اقول لكم حاجه مهمه جدا، كره القدم هي رياضه زيها زي المصارعه، زيها زي العاب القوه، في النهايه هي رياضه. مجرد ان الست بتكسر الصوره النمطيه ليها وبقت بتاخد بطولات عادي جدا في كره القدم ووصلت لمستويات عاليه جدا، بدانا نتقبل الموضوع ووصلنا النهارده للتطور الطبيعي ان احنا نشوف ستات بتحكم في ماتشات رجاليه. انما بقى اللي يجي يقول لك عايزه تكوني حكم مفيش مشكله في الكوره النسائيه بس ما تحكميش في الكوره الرجاليه والكلام ده كله، انا شايفه بصراحه انه انا لا اتفق مع ده تماما. وانا شايفه انه مفيش فرق في شغلانات معينه ما بين الراجل والست، الراجل راجل والست ست في حاجات كتير في الحياه. لكن كحكمه في الاخر زي ما رئيس لجنه الحكام قال، الجوده هي اللي بتفرق. صحيح. اعتقد يا هند برضو ان ده راجع لنظره المجتمع ان الست كائن ضعيف، كائن لا مشاعره خلاص اعتقد ما بقاش فيه ضعيف، مشاعرها هي اللي بتتحكم فيها، فهي بالتالي مش هيكون عندها القدره على اتخاذ قرارات صارمه لانها ماشيه بعواطفها، فما فيش منطق. لكن اعتقد ان ده ما بقاش موجود ونظره المجتمع دي لازم تتغير. وفي دراسات يمكن اتعملت كتير على الموضوع ده، ان فعلا الست يعني لما بتتولى منصب قيادي بتبقى ما بتتبسطش زي الراجل، يعني الراجل بيتبسط بتولي المنصب القيادي، الست بتتهم اكتر، بيبقى عندها مهام اكتر، تفاصيل اكتر، عايزه تحقق حاجات، فده بيخليها تنجح اكتر وتهتم بكل حاجه وتحقق حاجات. الست ده دراسات على فكره، ده مش تحيز ولا حاجه، تقدر ان هي تشتغل ك يعني زي ما بنقول ايه، يعني تقدر هقول لك مش بس هي بتدير المجموعه، هي تقدر تبقى قدوه، لان الست بطبعها قدوه في البيت، فلما انا ابقى مع الموظفين بتوعي قدوه هم هيعملوا زيي. مظبوط. هيتفننوا في ان هم يبقوا زيي، بتقدر كمان انها تشتغل في روح الجماعه. مزبوط. فبجد يا جماعه الست تقدر تعمل اي حاجه، بس اديها الفرصه، اديها الفرصه بس. كمان يمكن اللي انت قلتيه ده فتح في دماغي حاجه مهمه قوي، الا وهي انه الست لما بتيجي تنزل تلعب رياضه فهي بتلعب رياضه وبترجع البيت تكمل المهام بتاعتها في البيت، بتنزل تشتغل بتخلص ترجع تكمل المهام في البيت. الراجل بالعكس تماما، هو كل مهمته في الحياه انه يؤدي شغله ويرجع البيت يلاقي الست مجهزه كل حاجه. فوجود الست في منصب قيادي، الناس بتقعد تقول مشاعرها هتغلب او كذا كذا، زي ما اميره قالت يمكن الفساد بالدراسات يقال ان هو اكتر في الرجال، لكن خليني اقول لكم ان الست ربنا اداها قدره انها تكون متعدده المهام، تركز بالظبط، نقدر نعمل كل حاجه بالظبط، تركز في كذا حاجه في نفس الوقت. خلينا متفقين ان الست في مهنه زي التحكيم في كره القدم قدامها تحديات كبيره جدا يا جماعه، خصوصا انه مجال منافس، مجال جديد، خلينا نقول الستات موجوده فيه مش سهل، الرجاله بطبيعتهم اقوى جسمانيا من الستات، فانها تكون في وسط فريقين، الفريقين كلهم من الرجاله، 22 لاعب غير البدلاء والمدربين والجمهور، انتوا اصلا اكيد لعيبه الكوره هم اللي هيبقوا فاهمين ده، الوقفه تحت في ارض الملعب والجمهور ده كله موجود، حاجه ليها هيبه مرعبه. فطبعا تحيه كبيره جدا جدا لكل الحكمات، سواء كانوا في كاس العالم، وكمان احنا عندنا في مصر في حكمه موجوده رفع راسنا تكون كمان موجوده معانا في حلقه النهارده ان شاء الله. يعني انا وجهه نظري ان اي حد هيمارس المهنه دي سواء كان ست او راجل هيحتاج تمارين كثيره لضبط النفس، سرعه في اتخاذ القرار، مستوى اعلى من التركيز، ودي كلها مهارات هتكتسبها بالممارسه. حتى اذا كنت راجل او ست وما عملتش ده مش هتقدر تقوم بالشغلانه بتاعتك كويس، يعني يكفي زي ما هند بتقول ان انا اقعد احكم في وسط مجتمع متحيز، مش هنقدر نقول متحيز للرجل كحكم، وده طبيعي يعني مجتمعنا كله كده. فالتشالنج بتاع ان انا نازله في وسط ناس هم اصلا ممكن يكونوا رافضيني، فهي دي الفكره.
بس ده خليني اقول ده طبيعي. زي ما في رجاله كتير بييجوا يشتغلوا شغلانات ليها علاقه بالست 100%، في الاول بنبقى مش متفاهمين ده، بس بعد كده بقى الكوافير، الطباخ، صحيح. شغلانات كتير جدا بقى الرئيسي فيها هو الراجل او الشاطر فيها هو الراجل. طيب اميره، احنا معانا مداخله. معانا شهنده المغربي، اول حاكمه ساحه في الدوري المصري، بنت اسكندرانيه جدعه، بدات في التحكيم عام 2014 ولحد النهارده ماشيه بخطوات ثابته عشان تحقق حلمها. وبالنسبه لي هي اكبر مثال على ان مهنه التحكيم عاديه، مش بتقلل من انوثه اي ست، وخصوصا بعد الموقف اللي تعرضت له لما مدرب اتقدم لها في ماتش من الماتشات بس هي اعتذرت. الناس بتعجب بالست وبشخصيتها وشجاعتها وتحملها المسؤوليات. طيب انا اميره دلوقتي المداخله معانا. احنا معانا دلوقتي، احنا مستنيينها. فين؟ الو الو، اهلا اهلا. انا حضرتك ازيك يا شهنده، اخبارك ايه؟ أنا بخير والله يا صاحبتي. منورانا ومبسوطين بيكي جدا جدا جدا، ومبسوطين باللي أنتي بتعمليه، وفخورين بيكي قبل أي حاجة كستات وكمان كمصريين. أنا اللي مبسوطة والله اللي موجودة مع حضرتك من النهارده. أهلا يا شهندة. شهندة كلمينا عن التحكيم. احكي لنا كده سريعا قصتك في التحكيم كمرأة، إزاي بتحكمي كست، إيه اللي جاب الفكرة في دماغك إن أنا هبقى حكمة؟ أنا موجودة في التحكيم من 2014 2015، أصبحت حكم دولي من 2017 بعد دخولي بسنتين. أولاً أنا كنت لاعبة كرة قدم، لعبت في أندية كتيرة وفي أندية مصرية وفي المنتخب، فحبيت الفكرة وحبيت أكمل مسيرتي ودخلت مجال التحكيم. الحمد لله كان في توفيق يعني من ربنا إن أوصل للي أنا وصلت له ده. هايل هايل. طب شاهندة، عايزة أعرف منك، شفتي إزاي تحكيم السنة دي للست في كأس العالم؟ ازاي؟ والله يعني ان شاء الله ياخدوا فرصه كحكام سباحه في الملعب، وده تاريخ ليهم وانجاز كبير ليهم وجود السيدات في كاس العالم، وان شاء الله اتمنى في يوم من الايام اكون موجوده زيهم كده ان شاء الله. فخر وفخر وشرف لكل محكمات العالم. عايزاكي تقولي لي بكل صراحه، اللعيبه بيتعاملوا معاكي بشكل مختلف عن الحكم الراجل؟ لا لا خالص والله، هو شايفين حكم عايز حقه وعايز يكسب المباراه وعايز الحكم اللي قدامه بس، سواء راجل سواء سيده، اللي هو يطبق القانون ويديله حقه، مش عايزين اكتر من كده، بس ما فيش اي تعامل خير خالص. ما حسيتش باي تفرقه يعني في اي ماتش من الماتشات؟ والحمد لله برضه عشان انا لعبت كتير وهم عشان عارفيني، فخلاص عارفين ان انا زي يعني زي الراجل بالنسبه للتحكيم، فما فيش اي مشكله يعني بتواجهني في النقطه دي. طب شايفه يا شهنده التحكيم في مصر محتاج ايه؟ ايه اللي ناقصه؟ التحكيم النسائي ولا التحكيم النسائي؟ احنا محتاجين الدعم والناس تبقى موجوده ورانا من الجماهير عامه، من اللعيبه، من الاجهزه الفنيه. احنا متوفر لنا كل حاجه ان احنا نكون ماشيين على الطريق الصحيح. اوكي. فاحنا محتاجين الدعم بس من الجميع ومن الاعلام اولا برضه. انت يا شهنده قولي لي، في وسط كده المشوار بتاعك اللي اكيد اكيد مش سهل، ايه اصعب حاجه واكبر تحدي واجهتيه او بتواجهيه كحكمه مصريه في الدوري المصري؟ هو المشاكل بس اللي بتواجهنا ممكن شويه ان احنا ما بناخدش الفرص برضو زي الرجاله في مستواهم، بس احنا الحمد لله ابتدينا نلعب وابتدينا نحط رجلينا، فان شاء الله السنه دي انا حاسه ان هي هتكون مختلفه خالص بالنسبه لجميع المحكمات، وان احنا هناخد فرص ونثبت نفسينا اكتر ان احنا نبقى خلاص ما فيش فرق بين الراجل والست اللي هينجح. وده الكلام اللي وصل لي والله من الاتحاد، ان هم الناس هتبقى موجوده ورانا، ان احنا هنبقى خلاص زينا زي الرجاله، مش اللي هو حتى مصر في نهايه الموسم قشره فيه، لا ان شاء الله هيكون لينا نسبه ماتشات وان شاء الله ننجح فيها ويدونا اكتر والناس كلها تدعمنا، الاتحاد كله بيدعمنا. طبعا. يعني يعني انا حاسه ان السنه ان شاء الله هتكون مختلفه عن سنين كتير فاتت، خاصه ان الحمد لله ان احنا نجحنا في النقطه دي. ان شاء الله احنا فعلا يعني فخورين بيكي وفخورين باللي بيحصل والله في للستات من تطور وكده. وبنشكرك جدا شهنده المغربي حكم الساحه في الدوري المصري، نورتينا و حاجات كتير قوي ان شاء الله. ايه بقى؟ هايله هايله، بني ادم هايله، يعني حاجه بصراحه مش سهله. انا مش هكذب عليكي، يعني انا شايفه ان الستات تقدر تعمل كل حاجه، بس مش حاجه سهله خالص انه انا كست احكم ماتش كمان، اللي يعني
جود لك يعني الموضوع مش سهل خالص. احنا قبل ما ننهي مناورتنا دي يا هند بس حابه اقول حاجه، ان يا جماعه الشطاره والموهبه بجد ما لهمش علاقه زي ما هند بتقول بنوعك او جنسك او شكلك. الست هي ربنا خلقها كده حريفه، قادره تقوم بدورين كزوجه وام وفي نفس الوقت تنجح وتحقق انجازات، بس نديها الفرصه. وزي ما انتم شايفين الشيفات الرجاله، الشيفات الرجاله يا رجاله اللي معانا هنا كده موجودين، اسمائهم مكتسحه عالم الطبخ. محدش فينا كستات قالت لا والله الطبخ ده بتاع ست بس، بالعكس يعني انتوا بتقولوا كده على حاجات ان احنا ما نقدرش نعملها. خلونا نشجع اللعبه الحلوه وندعم، واللي عنده حاجه حلوه نسقف له واللي عنده حاجه حلوه يقدمها ونشجعه ونزقه، وكله في الصالح يعني احنا مش في خناقه تقريبا غريبة. احنا بندعم بعض بس مش اكتر. كلامك صح ومظبوط، وبكده نكون خلصنا منورتنا. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقره الستات بتلعبها صح. طيب تفتكروا كده الستات بتلعبها صح في ايه؟ لو بصينا حوالينا هنلاقي الستات بتلعبها صح في حاجات كتير جدا، وعشان كده انا شايفه ان الفقره دي هتدينا كلنا طاقه ايجابيه، علشان هيكون معانا فيها دايما نماذج لستات ناجحه. ومش معنى كلمه ناجحه انها لازم تكون وزيره ولا سفيره ولا رياضيه بس، لا، ناجحه بالنسبه لنا يعني ست كان عندها حلم وعرفت تحققه، حتى لو الحلم ده كان بسيط لكن فضلت وراه وقدرت تحققه. صح مظبوط، زي ما اميره قالت كده الفقره دي اسمها الستات بتلعبها صح، بتعرف تركز على الهدف بتاعها، تحط خطتها، تدرس هي محتاجه ايه، وانه مفيش حاجه تقدر توقفهم. هيكون معانا نماذج منوره جدا جدا جدا، وخلونا نقول ان اكبر دليل على انه الستات بتلعبها صح ان اخر سنه دول شفنا على السوشيال ميديا نماذج لبنات وستات قدروا ان هم يخلقوا لنفسهم شغل وحاله وحياه ويعملوا حواليهم هالة نور عظيمة، وبقوا مشهورين جدا جدا، وكمان رياضيات أو رياضيين نجحوا وحققوا بطولات وألقاب عالمية. هيكون معانا في الفقرة دي دايما ستات عرفوا إن هم يحققوا اللي هم نفسهم فيه. تعالوا كده سريعا نروح نشوف مين هتكون معانا النهاردة ونرجع لكم تاني. نادين الدولة لي قائدة صنعت المجد في لعبة تنس الطاولة مع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، حفرت اسمها بحروف من ذهب بعد مشاركتها في دورتين الألعاب الأولمبية في لندن 2012 ريو دي جانيرو 2016، قدرت أنها تقود النادي الأهلي للفوز بكل الألقاب والبطولات طول الفترة اللي فاتت، بداية من البطولة العربية مرورا ببطولتين الدوري والكاس. أهلا بك يا نادين ومنورانا ومشرفانا ومبسوطين انت موجوده معانا النهارده. ميرسي ليك وشرف ليا والله، ميرسي جدا بجد، نورتينا جدا يا نادين. نورك، ميرسي والله. بصي هو انا عارفه يعني مش عايزه ايه، يعني عايزه اعرف ايه سبب اختيارك للعب تنس الطاوله؟ ده بيرجع لحبك للعبه ولا بيرجع للاب والام اللي هم اصلا هم العيله كلها؟ العيله كلها، الاب والام والاخت والاخ، العيله كلها. اه هو بالظبط كده، هو يعني ماما وبابا طبعا ابطال افريقيا وكبار، واخواتي برده منتخب مصر، فكانوا دايما رايحه معاهم التمرين راجع معاهم التمرين. أوكي. رايحين البطوله انا بلعب بره راجعين البطوله، فطبعا اللي هم حاولوا يلعبوا معايا رياضات تانية عشان ما يصدمونيش يعني، بس طبعا اللي هو لا انا هلعب زيهم، انا زي اختي الكبيره، زي اخويا، هلعب زي دينا ومحمد. أوكي. هلعب زي ماما وبابا. طب أيوة صحيح صحيح. فحاول ماما حاولت معايا سباحه كاراتيه، مفيش شوبينج بونج. هي خلاص انت طالعه فعلا شايفه كل اللي حواليك. اه بالظبط، اه لازم زيهم. انت يا ام ورياضيه ومهندسه، مهندسه زي نحط تحتها يعني 60,000 خط. انا عايزه اعرف الميكس ده بتمانجيه ازاي، بتديري الحياه اللي فيها 60,000 وظيفه دي ازاي؟ بصي هو اولا يعني مامتي وبابايا من زمان هم دايما سبورتنج قوي ان يعني التايم مانجمنت، انت اختياراتك، انت هتركزي دلوقتي عند البطوله هنركز شويه في البطوله، عندنا امتحان هنركز شويه في امتحان، هو ده كله تايم مانجمنت بلس ان حاجه الواحد عايزها فانت هتشتغلي عشان توصلي لها. ما حدش كان بيضغط عليا خالص ان انا ابقى احسن من محمد او دينا او كده، لا، بس انت اختياراتك، شوفي انت عايزه تعملي ايه. دينا اختي، اختي كبيره ومحمد اخويا الكبير. الفكره بقى لما دخلنا في فقره هندسه دي هي صعبه قوي. هقول لك انا اصلا ما عرفتش اذاكر حاجه تانية. يعني انا بالنسبه لي الهندسه كانت اسهل سهلة. انا حاسه لو كنت دخلت يعني جامعه تانية ما كنتش هعرف اصلا. اوكي. فهي يعني كانت بالنسبه لي حاجه انا بعرف اعملها وبستمتع بيها وبحبها، فعشان كده الشغل ما كانش بحسه تقيل على قلبي قوي.
بس طبعا كان في شويه تضحيات بقى، خروجات مع اصحابي، عزومات عند اهلي، سفريات، الساحل مثلا. الساحل ده انا عرفته على كبر. بس كله it was worth it. ان انا مش بسافر الساحل بس، بسافر طولت العالم في الصين، في اليابان، في هولندا. هم اللي سافروا الساحل عملوا ايه؟ مش فايتك كتير. يعني نادين، عايزه اعرف منك، يعني قبل وجودك في الاهلي ما تعرضش عليك الاحتراف؟ اكيد اتعرض. زمان كتير قوي. بس طبعا يعني وقت المدرسه كان بالنسبه لي، ماما كانت رافضه الموضوع ده خالص. لا ده وقت مهم في تربيتي، ما ينفعش تبقى بعيد عني خالص. فماما كانت رافضه القصه دي خالص، مع ان كان جالي في كندا وكان جالي في قطر وفي الامارات، حتى بعرض جنسيه كمان يعني. بس هي كانت ضد المبدا ده خالص. وبعد كده جالي احتراف وانا في هندسه، بس طبعا ده كان مستحيل. استحاله. بس لما جالي بقى اخر مره دي اللي انا سافرت فيها المره دي، يعني هي جت تحسي ان ربنا سهلها كده، ان هم عرضوا عرض كان كويس جدا، وانا اصلا بشتغل كمان. فالشغل كان برده فلكسبل، لان الماتشات في الويكند، فمش هغيب عن الشغل قوي. وجوزي بقى بصراحه يعني شافوه كبيره قوي، ان هو اصلا اوكي كل الكلام ده. جوزك بيلعب اي رياضه؟ هو اصلا كان برضه في منتخب تنس طاوله زمان، انا اعرفه من واحنا خمس أطفال. سنين ست سنين. لان اخوه كبير كان بابايا المدرب بتاعه. اوكي. انتوا ايه، ما بتتجوزوش من الباسكت؟ في لعبه ثانيه. بس برضه تمسكك بالنادي الاهلي رغم كل العروض اللي جات لك دي، برضه احساس؟ طبعا. هو انا اتربيت فيه يعني، يعني اول مره مسكت مضرب ولحد النهارده ما لعبتش في نادي ثاني. هو اتمرنتي اكيد على ايد مدربين كتير قوي. طبعا. يعني تقولي لي كده، مين اكتر مدرب اثر فيكي او اثر في شخصيتك؟ صعب قوي كلهم صراحه. من اول كابتن مسعد اللي مسكت مع المضرب، وبعدين كابتن عادل. كابتن عادل هو اصلا مدرب السيدات دلوقتي، وكان مدرب 12 سنه لما انا كنت تحت 12 سنه. اوكي. فهو يعني معايا طول الخط يعني. كابتن ستيف برده كان ليه دور كبير جدا. هما بصراحه ما فيش حد ما كانش ليه دور. كابتن طارق فوزي كان ماسك السيدات حوالي خمس سنين، برده خدنا كل الدوري معاه. فلا ما اقدرش اقول، كل واحد بصراحه حط يعني حاجه كل واحد حط البرنت بتاعته، البصمه بتاعته المختلفه عن التاني. طيب عايزه بقى اعرف كمان، انت بابا وماما بقى ابطال يعني، اكيد لما بيتفرجوا عليكي مش بيشجعوا زي اي اب وام طبيعيين يعني، اكيد كارثه. عايزاكي تحكي لي عن تشجيع بابا وماما ليكي بقى، وهم فاهمين قوي في الصريخ بقى، انا متخيله التنظيم. بصي، هي ماما يعني طبعا هو احلى حاجه بصراحه، الحاجه اللي انا مبسوطه قوي بيها وبلست بيها جدا، ان هم فعلا بيدوني تحليل يعني تكنيكال. انت وقعتي طبعاً في كذا وكذا، ومحتاجين نشتغل عن كذا وكذا وكذا. حطي بقى ده على جنب. المشاعر طبعا، لو انا خسرت بيتضايقوا بزياده بقى، اللي هو يعني بحس بالحزن فعلا. والتوتر بقى طبعا قبل الماتش، ماما اصلا ما بتقعدش تتفرج عليا، بتقعد تلف في الصاله كده، اشوفها مره هنا مره هنا مره هنا. اقعدي شويه. طب الاثنين بيدربوا، الاثنين بقى ما كانش فيه تعارض بقى؟ يعني مثلا حد عايز يمشي توجيهه اكتر، فطب اسمع للكلام اللي ماما قالته ولا اللي بابا قاله، او برتاح لتوجيه اكتر؟ اكيد في سؤال صعب قوي. بلاش نجاوب خلاص. لا هم يعني اكيد بيبقى اوقات ليهم نظره مختلفه، بس بنوصل لنفس الحاجه يعني. أوكي. بجرب الاثنين، وهم بيشوفوا يعني الاحسن في الاخر بيمشي يعني. هو المهم ان هم ما كانوش مثلا ممكن يتدخلوا في طريقه تمرين مدربك الاصلي مثلا؟ لا 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 اكيد لا لا. يعني تمرينه الاهلي طبعا هم مش بيجوا معايا اصلا. أوكي. يعني هم بتمرن معاهم يعني مره كده في الاسبوع ولا حاجه يعني. كحب اللعبه معاهم يعني. أوكي. انت لعبتي قدام دينا اختك قبل كده؟ لا لعبت وماما طبعا وبابا قال لنا بصي، كنا بنلعب على دور الثمانيه دور ال 16، فماتش مهم جدا في السيدات. فقال لي بصي طبعا يعني لازم تلعبوا بجد، علشان الترابيزات اللي جنبكم بيموتوا بعض عشان يكسبوا، فمش عدل انكم تفوتوا لبعض يعني. هم حسوها كده. وبعدين خلاص العبوا واللي ربنا هيجيبه كويس، سواء انت كسبتي او عيله واحده يعني. بس هو صعب فعلا قوي. صعب جدا. طبعا. انا بدات العب لان بتمرن معاها كتير ساعتها، فبدات العب بجد وخلاص، ومركزين ومركزين في البينج بونج، مش مركز في اي حاجه ثانيه. مين كسب؟ لا انا هقول لك بقى. لحد ما بقى 2-1 ليا و9-5، يعني فاضل لي 2 بوينتس بس. وانا بقى فجاه لقيتها قدامي، قعدت اعيط في وسط الماتش. ايوه بصي كده، قلت لها لا مش عايزه اكسب. كان عندك كام سنه؟ كان عندك كام سنه؟ كان عندي 19 مثلا. برضه صغيره يعني. على سيتويشن زي بس. ورجعت بقى بابا وماما فاهمين ان انا اللي خسرت، عشان انا اللي بعيط وهي جايه جنبي بتقول والله هي اللي كسبت، هي اللي كسبت. زي بس.
انا برضو ببقى عامله احسن حاجه وببقى انا اللي معيطه. لا انت عندك بنوته صح؟ عندها قد ايه؟ صوفيا 4 سنين. ليها اي ميول رياضيه؟ اكيد شايفاكي رايحه جايه على التمرين، هتعيدي نفس السيناريو؟ وانا لو رحت التمرين من غير المضرب الصغير بتاعها لا مش بتمرن اصلا. يا نهار ابيض. طب يا جماعه كده مفيش حد هيعمل حاجه ثانيه؟ فريق السباحه هيعمل ايه؟ ما لازم نوزع نفسنا. بحاول والله يا بحاول اخليها يعني راحت جمباز. ده لحد الاحفاد ده هيلعبوا. راحت جمباز ونحاول سباحه، بس هي المضرب زي مامي. يعني حاجه تحفه، حاجه انا لو امي بطله في اي رياضه هشوف ماما بتعمل ايه زيها يعني. انا اوريدي بعمل ده في حياتي يعني. لو اي حاجه بتحبها اكيد احنا هنسبورت يعني في اي حاجه، مش هضغطها اكيد. لو بنتك كبرت وقررت تلعب في نادي تاني غير النادي الاهلي. الله على السؤال. صعبه جدا النهارده. بصي هتعملي ايه كأم اهلاويه موت؟ اهلاويه يعني زي ما انت بتقولي انت اتربيتي في الاهلي، فالاهلي يعتبر بيتك، مش هقول لك بيتك التاني، هو بيتك، انت قعدتي في الاهلي اكتر ما قعدتي في البيت. هتعملي ايه؟ وانت فاهمه انه كلاعب او كرياضي ده بيحصل. اولا هعرف هي ايه المشكله، لانه اوقات يعني اوقات انا بزعل قوي مثلا، حاجه ضايقتني من النادي وببقى لا انا مش هكمل، وبعدين اللي هو لا يا نادي مش هتكملي ايه، مش هينفع. فهحاول افهم منها ايه سبب يعني الغضب او كده، وهحاول اشوف بقى اي حد من معارفي في الاهلي بقى اكلمهم. اكلم اي حد في النادي. اكلم اي حد. مفيش يعني، واضح ان الفكره غير مقبوله يعني. لا اصل بصراحه الاهلي برضو يعني بصي في كل مكان في حاجات حلوه وحاجات وحشه، مفيش مشاكل، بس الاهلي برضو منظومه عريقه قوي وفيها هو منظومه. يعني هي الكلمه اللي انت قلتيها دي، هو منظومه كل حاجه معروف مين هيعمل ايه، كل واحد بيعمل دوره. يعني انا دايما كنت لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي يعني مع صحابي وكده، كنت بقعد اقول لهم انا بشجع النادي الاهلي عشان هو نادي شيك. اللعيبه شيك، مجلس الاداره شيك، اعضاء الناس اللي في النادي شيك، شيك في اتيتيودهم، في الاسلوب اللي بيتعاملوا بيه. فالنادي الاهلي زي ما انت قلتي كده هو منظومه. واي لاعب في اي رياضه اكيد طبعا انت عارفه ده، وجوده جوه النادي الاهلي خلاص ده زي البصمه. من احسن اللعيبه في افريقيا ده اكيد، ده لانه الاتموسفير كله بيساعد على ده. ده اكيد طبعا، ده اكيد. نادين عايز اعرف منك خطواتك ايه اللي بتفكري فيها الفتره الجايه على المستوى الشخصي ومستوى رياضي؟ مستوى الشخصي يعني بحاول ان انا احافظ على اللي عندي، عشان انا حاسه ان انا عندي كل حاجه الحمد لله اللي كنت بتمنى ليها. فبحاول احافظ على بيتي وبنتي وجوزي وعيلتي والبينج بونج وشغلي الصبح وكل حاجه. في الرياضه يعني بحاول ان انا مهتمه قوي بالفتنس، حتى لو هو اتمرنت اكتر من البينج بونج عشان الاصابات، وعشان طبعا الحاجات اللي تمنعني يعني اتجنب اي اصابه ممكن تجي لي عشان ابطل بينج بونج. انت وديتيني لسؤال كده، تنس الطاوله ليها سن لازم اللاعب مثلا ممكن يعتزل فيه او يبقى مش قادر يدي فيها؟ لا خالص. حتى انا لاحظت الموضوع ده في 2016 في الاولمبيكس لما كنت في ريو، كان دور الثمانيه فيهم الافريج بتاع اعمارهم 35، 33 ل 35 بنات. مش رجال، والرجال كانوا فيهم حد عنده 40 42. فهو الحلو في اللعبه انه انت هتحاولي تلعبي بالادوات اللي عندك. يعني لو رجلي مثلا، انا مثلا ايام كنت مصابه خلاص هعرف اتصرف، الاقي طريقه لعب تناسبني. هي مش لازم كل حاجه تبقى لازم ابقى رفيعه، لازم ابقى لا خلاص، كل واحد هيبقى يظبط لعبه على الحاله البدنيه اللي هو فيها. فدي ميزه حلوه قوي في البينج بونج، فبتخلي فعلا ناس كتير بتلعب لاعمار كبيره. لاعمار كبيره مش مرتبطه. حلوه دي، جميله برضه. رياضه. لا انا بحبها قوي، اكتر رياضات اللي بحبها. ايه البطولة الأغلى على قلبك سواء كانت مع المنتخب أو النادي الأهلي؟ هم في كذا واحدة بصراحة، بس قوليهم كلهم. هم أكثر ثلاثة غير الأولمبيكس طبعا، لأنه الأولمبيكس يعني جوز ولوتين. بس أول واحدة كانت لما اختاروني أكون في منتخب العالم، هم عملوا كده زي ايفنت كتست يعني للأولمبيكس في نفس المكان اللي كان هيبقى فيه الأولمبيكس وكده قبل لندن 2012، وقرروا يعملوا منتخب اسمه منتخب العالم ضد منتخب انجلترا. وانا كنت من المنتخب العالم ده، كنت انا واحده من هونج كونج وواحده من اليابان. فطبعا كان شرف كبير جدا ليا ان انا الوحيده اللي مش ايش يعني مش اسيويه في الفرقه، فكان بالنسبه لي حاجه يعني في حته تانية خالص.
المره الثانيه اللي كانت برضو مميزه جدا بالنسبه لي كانت انديه افريقيه مع الاهلي، وكنا بنلعب انا ودينا مشرف في الفرقه وساره عمرو. وكان بنلعب مع كونغو، وكونغو كان معاهم محترفه صينيه وكانوا مجانسين واحده صينيه، فمعاهم اثنين صينيين يعني بنات صينيات. تاني دول من اللعيبه الجامدين يعني قوي يعني، فطبيعي ان احنا 99% هنخسر. فهي حتى دينا قالت لي قبل الماتش واحنا في الباص احنا هنخسر، اعتقد يعني بس تقريبا تعالي نجرب هنخسر شويه. كسبنا 3-0 دينا كسبت اول ثانيه 3-2 وانا كسبت ثاني ثانيه 3-2. البنت الثالثه اللي هو بليز كملي مش هينفع. بس دي كانت برضو حاجه مميزه جدا. اخر حاجه كانت بطوله مفتوحه، بطوله عالم مفتوحه، وكنت بلعب تحت 21 وسيدات، واخدت التو تايتلز، اخدت اول تحت 21 واخدت اول سيدات. ودي كانت حتى الاتحاد الدولي قال لي ان ده ريكورد باسمي، يعني ان انا وبنت صينيه بس اللي في العالم اللي عرفنا ناخد الاثنين تايتلز في نفس البطوله. فدول يعني هايلايتس بصراحه بالنسبه لي يعني كبار. وانت لعبتي مع اغلب الجنسيات تقريبا، مين اصعب جنسيه بالنسبه لي غير الصينيين؟ اللي بحسهم صعب اللعب معاهم الهنود. اوف ليه؟ لان هم ستايلهم مختلف قوي، هم معظمهم حريفه جدا. هم حريفه فعلا بصراحه. احنا حريفه برضو بس هم فعلا حريفه جدا، واللياقه البدنيه بتاعتهم عاليه قوي، فالماتش بيبقى صعب. واحنا ما بنتعاملش يعني ما بنلعبش مع هنود كتير، فدايما الماتش معاهم بيبقى مش سهل خالص، مش زي اي نادين. بصي يعني انت ما شاء الله واصله في حته حلوه قوي، اكيد بتشتغلي على نفسك. يعني عايزين من خلالك كده نوجه لكل ست عندها حلم في حاجه، تشتغلي نفسك ازاي؟ بتاكلي اكيد، ما تقنعينيش، اكيد ليكي نظام اكل مختلف، اكيد بتعملي رياضه، اكيد بتهتمي بالفتنس بتاعتك، عندك اكيد نظام مختلف عن العاديين، الست العاديه اللي هي ما عندهاش بطولات وحاجات. ادينا كده شويه نصايح ايجابيه كده ناخدها منك احنا كمان. هو اهم حاجه بس ان ناخد بيبي ستابس، يعني حاجات بسيطه جدا، حاجات صغيره في اليوم هي دي اللي هتوصل. والصبر، يعني انا اوقات اكيد بيجي لي وقت ببقى خلاص مش قادره ومش هكمل، مش قادره اروح الشغل ومش قادره اتعامل مع بنتي واوديها والتمرين وكل ده، بس خلاص انا بركز هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي حالا، المفروض اعمل ايه وهعمله وبشوف بعد كده انا المفروض اعمل ايه دلوقتي خلاص. يعني وتراست البروسيس بقى خلاص، خلي سلمي امرك للبروسيس، وطبعا سلمي امرك لربنا، خلاص ربنا شايف احنا بنتعب قد ايه. ف اللي هو صح واحده واحده ذا باور اوف ناو، انا بعمل ايه اللي عليا وبشوف الخطوه اللي جايه هتبقى ايه. بس علاقتك بجمهور الاهلي عامله ازاي؟ يعني بتتواصلي معاهم على السوشيال ميديا؟ بتقري الكومنتس ولا انت من الرياضيين اللي بيغمض عينه؟ لا لا، في ناس طبعا يعني سبيشالي في فترات الدوري بقى بيبعتوا لي كتير على البيج بتاعتي، وبرد عليهم طبعا. ولو في اي مثلا ماتش تبع اسبانيا بيبقوا عايزين يشوفوا اللينك ببعت لهم اللينك عشان يتفرجوا. لا يعني بيبعتوا لي على البيج وبرد طبعا على قد ما بقدر يعني على كله. يعني انا بحس ان انتوا بتهتموا بالسوشيال ميديا برضو زي الفنانين وكده؟ اكيد اكيد بتهتمي بقى بالكومنتس بتاعتك؟ مش اكتف، مش اكتف، انا مش لاحقه ابقى اكتف يعني. دي ممكن اشتغل عليها، انا مش لاحقه بصراحه ان انا يعني حاجه من الحاجات اللي نفسي فيها، بس طبعا ان شاء الله. يعني يا كتر خيرك، يعني انت بتعمل حاجات كتير قوي، معلش ما تهتمش بالسوشيال ميديا يعني، خليها بس والله كده. بقرا الكومنتس وبرد على كل المسجز بجد. بنشكرك يا نادين، منورانا. دي احنا هنطلع لا احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. يلا نرجع على طول. لسه مكملين معاكم مع الحريفة، وصلنا دلوقتي لفقرة 2-1. الجواب هنا باين من عنواني. هينورنا في الفقرة دي شخصية عامة، بس هيكون راجل، هنواجه فيها بعض بجرأة شوية، وهنتكلم بصراحة ونعرف رأيه في كل حاجة، سواء كانت مواضيع اجتماعية أو شخصية. والبقاء للأقوى ولا إيه؟ ما شاء الله يعني. وعشان احنا حريفه في المواجهه، نسمح لضيفنا لو حس انه خسر، وده كده كده هنسمح له يعني، انه يستخدم تقنيه الفار، وفيها نسمح له يقول كلمه واحده يدافع بيها عن نفسه. انا حاسه ان احنا داخلين حرب شويه بالظبط. والنهارده بقى هنتواجه مع نجم العاب القوى للنادي الاهلي ومنتخب مصر، بطل من فولاذ، وهو صاحب اولى ميداليات مصر في بطولات العالم بعد تحقيقه فضيه رمي الرمح ببطوله العالم بالصين 2015، شارك في اولمبياد طوكيو
اللي فاتت وبيستعد حاليا لاستعاده كامل لياقته للتاهل لدور الالعاب الاولمبيه اللي جايه في باريس 2024 ان شاء الله. تعالوا نطلع نشوف هو مين ونرجع تاني. منورنا طبعا زي ما شفنا كابتن ايهاب عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في العاب القوى. بنرحب بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك والله والله. يا جماعه لسه عايزه اتكلم ان هو دمه خفيف خفه غير عاديه يعني بعيدا عن انه بطل والكلام ده كله، بس بجد لازم تعمل ستاند اب كوميدي ان شاء الله. ربنا يسعدك. هو بيحاول يرسم الجديه النهارده. بس البليزر حقه. لا سعيد بس والله. وانا والله يا سعيد. كابتن إيهاب عايزين نبتدي كده مع بعض من البداية، من قصة رمي الرمح. إيه اللي خلانا نروح لألعاب القوة؟ اخترنا الرياضة دي ليه؟ لا هو بص أقول لحضرتك على حاجة، هو أنا ما اخترتهاش بصراحة عشان أبقى صريح، هي جت صدفة خالص بحتة. إحنا عندنا حاجة اسمها التفوق الرياضي، درجات التفوق الرياضي في ثانوية عامة. وأنا برضه ما كنتش أعرفها هي أصلاً. هي بقى جت، كنت انا مع صحابي، احنا ما نعرفش غير كره قدم وبتاع، وكنا بنلعب في مركز شباب كفر صغير عندنا كوره، فالولاد عكسوا البنات اللي طالعين من التمرين بتاع الكابتن احمد عندنا اللي هو مدرب العاب القوه. وانت كنت معاهم؟ لا للاسف بقى ان انا كنت في اخر الملعب الناحيه الثانيه. للاسف. وكان قبلها والله، وكان قبلها واحد صاحبي كان بيلعب معانا العاب قوه اسمه احمد جلال، قال لي بص تعالى العب معانا العاب قوه. قلت له يا عم ايه دي؟ قال لي جري ورمي واسف. قلت له يا عم انا قادر امشي جري ونط ايه وبتاع. فالمهم ماشي كده ما شاء الله يعني. بس ما حد ما عرفهاش. فجه المدرب شافني فناداني كده، فقلت بس هو كده المدرب بيعمل ايه بيه؟ قال لك انا اضرب الطويل يخاف القصير. قلت له نعم. والله العظيم دخلت قال لي تحب تلعب العاب قوه؟ فقلت له ايه العاب قوه؟ قال لي كذا وكذا. قلت له انا ما اعرفش. قال لي طب 4 درجات تفوق رياضي. فقلت له طبعا. مين طبعا طبعا يعني. فقال لي تعالى لي بكره. والله قال لي تعالى لي بكره الساعه 9 الصبح. قلت له حاضر. فروحت البس بنطلون وقميص ورحت لقيته قال لي اركب العربيه. ركبت عربيه ميكروباص رحنا الزقازيق عندنا. قال لك اي حد كان فيه بطوله قال لي اي حد يعمل حاجه اعمل زيه. اوكي عملت تاني في كل حاجه، اي حاجه فيها رمي عملت تاني. اوكي والله العظيم. قلت له قال لي تعالى بقى نلعب بقى. فبدات اتمرن يعني. بدأ اول مره يمسك رمح يعني. قال لي اللي يعمل حاجه اعملها ما تفكرش. قلت له حاضر. فعملت تاني ورا اللعيبه بتاعته كلها. اوكي بعد كده بقى جيت تاهلت بطوله الجمهوريه مدارس. بعد كده جه كابتن محمد نجيب شافني. كل ده ولا انت دريان انت عايز تاخد ال4% و4 درجات؟ ما انا ده كله بقى مش في دماغي. لقيتهم بيقولوا لي بقى ده كابتن محمد بيقول لك في كابتن محمد جه وعايزك تروح النادي الاهلي. فقلت النادي الاهلي؟ فقلت خلاص انا هروح ادخل النادي الاهلي شويه وهمشي. يعني هي ايه اللعبه دي اصلا؟ اذا كان بلعب اللعبه انا ما اعرفش ايه هي يعني. فلعبت شويه فجاه لقيت نفسي بدات اكسب. 18 سنه ما شاء الله 20 سنه درجه اولى، ولدرجه ان انا 18 ما كنتش عارف ان انا بلعب 18 سنه. اوكي كنت ما انا كنت مفكر ان بلعب درجه 20 سنه فبرمي برمح الكبير ما اعرفش الرمح الصغير. فلقيتهم دخلوني بطوله لقيت رمح صغير. ده انا على الله حكايتي ده ما جيتش. فلقيت نفسي كسبت ال 18 سنه وبعد كده كسبت 20 سنه وبعد كده لقيت نفسي كسبت درجه اولى. فجاه لقيت نفسي انا اصلا عامل حسابي يعني انا مش هكمل يعني انا درجات تفوق واروح. فبعدها لقيت نفسي فجاه متاهل بطوله عالم شباب ما شاء الله بعدها بسنه. طب يا جماعه طب انا اعمل ايه وبتاع؟ فجاه لقيت نفسي عامل تاني عالم شباب. فجاه لقيت بقى قلت ايه لا خليني بقى اجرب بقى ده انا شكلي هكمل بقى. فجربت بقى فلقيت بقى الدنيا مشيت معايا كويس جدا بصراحه بقى. وبصراحه برضو لاجل الامانه في ميزه موجوده في النادي الاهلي مش في حته بصراحه. هم بيشوفوا لو انت كويس خلاص انت كويس. وكله بيدعمك بيعرفوا ينوروا طبعا كله بيدعمك كله بيدعمك. احنا طبعا يعني عايزين نبارك لك عن تجديد في النادي الاهلي المره الثانيه، وعايزين نعرف شعورك ايه التجديد ده وجالك عروض ثانيه خلال الفتره اللي فاتت ولا لا؟ بص حقيقه الحقيقه بصراحه الحقيقه يعني انا مبسوط جدا اني جددت الاهلي. انا ما كنتش جددت الاهلي انا كنت هعتذر بصراحه عشان يعني انا مش متخيل ان انا العب في اي نادي تاني وما افكرش ان انا افتح حتى الباب لتفكير لنادي تاني. النادي لو طلبني من غير اي حاجه انا تحت امره طبعا. كفايه ان النادي الاهلي وقف جنبي من اول ما بدات عندي الدقيقه اللي انا فيها، وهو يعني هو اللي عمل ايهاب عبد الرحمن. انا لو مش النادي الاهلي كان زمان خلصت التفوق الرياضي. لو مش النادي الاهلي شافني، لو مش النادي الاهلي قالوا لي انت كويس وهتبقى كويس، كان زمان خدت التفوق الرياضي وقعدت في بيتنا زي اي حد خلصت كليتي وخلاص. صحيح
صحيح مظبوط. جوه النادي الاهلي في نماذج كتير قوي زي ايهاب. النادي الاهلي عمل لهم عارفه التيرنينج بوينت بتاعه حياتهم. بالظبط بالظبط. كابتن ايهاب عايز اسالك بقى على حاجه. تمام. قبل ما تروح النادي الاهلي كنت اهلاوي؟ اه طبعا بكل امان. لا والله انا عايز اقول لحضرتك ان انا العيله عندي كلها اهلاويه. خلاص يبقى بالمره انا نسيبي بس لزملكاوي. مين؟ نسيبي لزملكاوي. مش مهم خلاص. آه. لا هو متجوز اخت مراتي هو اللي زملكاوي. انما عيله مراتي كلها اهلاويه ما شاء الله. اهم حاجه الزوجه. الزوجه تبقى اهلاويه. خناقه بقى في كل الماتشات تكسير دماغ. بس بجد بغض النظر عن انت بتتكلم ان الموضوع جه كله معاك بصدفه عن طريق خطه الهيه وخطه الهيه. آه بالظبط. بس انت عندك المقاومات، انت ما شاء الله يعني اكيد رياضه رمي الرمح ليها مقاومات تانية ليها، وهي انا شايفه ان اعتقد انها متوفره فيك الا ما كانش كابتن قال لك اتفضل خش ما شاء الله يعني. هي موهبه طبعا. هي الموهبه والموهبه بتفرض على اي حد. هي الفكره كلها ان الموهبه دي ازاي تنميها. ازاي انا كان ممكن عادي اخلص ومحدش يشوفني ومحدش يقول لي تعالى بس هي دي بنتكلم. هي دي الفكره ان انت اتحطيت في المكان الصح. بالظبط. والمكان الصح ده بيبقى بناء على ايه مثلا؟ يعني مثلا هل المكان ده شغال مع المدربين بتاعته، مدربين هم احسن مدربين في مصر فعلا يقدروا يقولوا ان اللعيب ده هو اللعيب الكويس ولا لا، هو اللعيب ده اللي هيوصل ولا ما يوصلش. فهي دي كانت الميزه ان انا ربنا خدمني ان انا قدرت اروح النادي الاهلي، وان النادي الاهلي شافني وقال لي لا ده هو ده الكويس. وقف وراك. بالظبط. وقف في ظهرك زي ما بالزبط. بيقولوا. حلو. من 7 سنين خلينا نرجع 7 سنين ورا كده. المشكله بتاعه الاولمبيكس والمنشطات. اه لا ده من العينه الاولى والثانيه القصه القديمه دي. عايزين نتكلم فيها. عايزك تحكي لي احساسك ساعه اول عينه وثانيه القصه كلها. هنا كده ابتدت فقره ايه؟ 2 على 1 تشتغل. لا بص هقول لك حاجه. انا سالتك السؤال ده. هو هي القصه دي طبعا هي اسوء حاجه ممكن تقابل اي حد في الحياه. بسبب ان انا كنت في الوقت ده كنت فعلا مرشح ان انا كان الميداليه المضمونه يعني كنا ساعتها بنقول انه ايهاب هو اكتر حاجه مضمونه في اولمبيكس انه ايهاب عبد الرحمن. كنت انا السنه دي فعلا حرفيا كسبان كل اي حاجه بتتعمل، اي بطوله، دوري ماسي، بطوله تحدي، بطوله افريقيا، اي حاجه كنت مصنف الاول. كان في فرق بيني وبين اللي تحتيه. فطبعا نصيب في الاول في الاخر. هي طبعا هي غلطه ان انا كان فيتامينات، هم قالوا لي المشكله كانت في الفيتامينات. فانا حاولت ان انا ادور المشكله فين. فخلاص هي دي المشكله. انا من وقتها وانا بقى بتعلم بقى لا مش اي حاجه اخدها، مش اي حاجه استخدمها يعني في حياتي. لازم ارجع للنادو المصري عشان قبل ما احط حاجه في بقي ابقى انا فاهم يعني. بس هي طبعا كانت تجربه، لا تجربه قاسيه جدا يعني. صعبه. كنت مجهز نفسك؟ انا عايز اقول لكم انا يعني هو طبعا الحمد لله. بس انا ليا ظروف شويه ان انا توقفت من هنا. بعد كده عملت عمليه في دراعي. بعد كده لا كانت شويه لخبطه كده بتمرن لوحدي وبتاع. بس الحمد لله عدت يعني. خلينا نبعد بقى على القصه المؤلمه دي شويه. لا انا هرجع تاني معاك علشان انا يعني تجديدك للاهلي برضو. هتقول لي دلوقتي ايه اللي خلاك تجدد مع الاهلي ومين اللي قعد معاك وايه المجريات اللي خدتها من النادي علشان تجدد تاني؟ كانش في اي اختلافات كده؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجه. انا قسما بالله انا اللي انا حتى يعني حضرتك اسالوا حتى كابتن خالد واسالوا كابتن ياسر داوود كابتن خالد عوضي مدير النشاط. انا هو بيقول لي اقرا، قلت له انا مش هقرا. مسلم؟ لا مش حوار مسلم. بص حضرتك انا لما توقفت فعلا النادي الاهلي كان في ظهري. النادي الاهلي كان في ظهري في اللي هو الحاجه اللي يقدر يساعدني بيها. عشان طبعا في قوانين ما ينفعش النادي الاهلي يساعدني بيها، بس في حاجات ثانيه حتى لو معنويا. كفايه ان كابتن محمود الخطيب يسال عني، كفايه طبعاً ان مجلس الاداره يسال عني، كفايه ان مجلس الاداره يقول لي انت بتتمرن ولا لا. ده في حد ذاته خلاني انا 4 سنين ما اوقفهم، لا انا هتمرن، انا هرجع، انا لازم ارجع. صح. فما ينفعش النادي الاهلي يقول لي انا عايز اقول له لا. ما ينفعش. ده لوحده كفايه يخليك تبقى عايز ترجع لبيتك تاني. بالظبط. ما ينفعش ان انا افكر. صحيح. ما ينفعش ان انا حتى اقول لا طب اديني اقرا حتى. لا يا جماعه ما كانش في اي خلافات يعني لا على الفلوس ولا النادي الاهلي. بس بقى بقول لحضرتك على حاجه، بعيد ان انا لاعب جوه النادي وان هم وقفوا جنبي، بس ده النادي الاهلي يعني. كلمه النادي الاهلي دي لوحدها لا
انا بص انا حاسه بكل الكلام اللي بتقوله لان لا. هو ده احساسنا بجد يعني. احنا النهارده انت عارف احنا اول يعني حلقه في احساس كده احنا في بيتنا احنا معاك بالظبط. هي مجرد الدخول من البوابه ده احساس تاني خالص فعلا والله بجد. انا بقول ده مش عشان انا جوه النادي الاهلي بس، حتى انا لما جيت دخلت جوه النادي الاهلي البوابه اول يوم ليا فعلا لا انت داخل حلم، انت صح. داخل حلم. ف وبعدين قليل لما تلاقي حد بيساعدك على حلمك. يعني اقول لحضرتك على حاجه، في النادي الاهلي مفيش ليميت للطموح. كل حاجه تقدر تعملها، ودي الحاجه اللي احنا اللي انا اتربيت عليها هنا واللي انا يعني ماشي عليها، اللي هو انت عايز تعمل ايه؟ عايز تجيب ميداليه اولمبيه؟ ان شاء الله هتقدر، اتمرن. فلا انت عايز اكتر من كده. صح ان انت تلاقي كل الدعم، سواء كان الدعم المادي الدعم الفني بالزبط. الدعم المعنوي، وده اهم حاجه انه النادي الاهلي بيقف ورا كل اللعيبه بتوع في كل الرياضه. طب عايزك بقى تقول لي رياضة رمي الرمح بعد ما هي جت بالصدفة انت كملت فيها وحبيتها، ايه الحاجة بالنسبة لك المميزة في رمي الرمح والعاب القوة اللي خليتك بقى مكمل لحد النهاردة؟ وهنتكلم بقى عن تحضيراتنا للأولمبيكس. هي بص هي هو دلوقتي الواحد طبعا بعد ما لقيت نفسي بكسب والدنيا كويسة وكده، بدأت بقى شوية اسيب نفسي، بدأت احب اللعبة، بقيت اتمتع وانا برمي، بقيت بتمتع وانا بكسب. ميزه الالعاب الفرديه ان انت اللي بتكسبي وانت اللي بتخسري، انت اللي بتحاربي نفسك. ففي زي تحدي كده اللي هو لا انا اقدر، مش يعني لازم تبقى كويس دايما مركز انت كويس. ممكن انا مثلا ما العبش العاب الجماعيه، العاب الجماعيه ممكن انا ابقى مثلا مش كويس النهارده ممكن حد يشيلني، انما دي لا، دايما تحدي لنفسك، دايما تحاولي تعملي اصعب حاجه عشان تطلعي احسن حاجه. مظبوط. ايهاب مين مثلك الاعلى؟ فالعاب القوى عندنا والله بص اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا مثلا الاعلى في اللعبه بتاعتي كان بره مصر، طبعا لاعب بره مصر، طبعا لاعب رمح هو من فنلندا. هو ده مثلا اعلى ليا ان انا نفسي كنت ابقى زيه اول ما بدات اشوف اللعبه يعني. بعد اسمه تيرو بتكماكي. بعد كده الحمد لله ربنا حلفنا الحظ ان انا لعبت معاه وكسبته الحمد لله. يعني هو عمل ثالث في البطوله اللي انا عملت فيها ثاني، هو تقريبا كان عمل رابع في كاس عالم، كنت انا عملت اول كاس عالم وهو عمل برضه رابع. لا انت الله اكبر عليك. الله اكبر عليك يعني مثال الخشب بالظبط. مثال خطير يعني مثال ربنا يخليك. فهو الحمد لله يعني حتى هو على فكره تواصل معايا على طول دايما، فانا كنت اتمنى اعمل زيه يعني. هو بس هو الفرق اللي بينه وبينه دلوقتي ان هو معاه ميداليه اولمبيه، انا دي اللي انا مكمل لها ان شاء الله جايه 2024 اه باذن الله ان شاء الله. بتحضر ازاي ل 2024 من دلوقتي؟ احنا بدانا التمرين خلاص. احنا المفروض ان انا اسافر معسكر جنوب افريقيا، وبعد كده ارجع من معسكر جنوب افريقيا اروح معسكر استراليا، وبعد كده ارجع اوروبا تاني. يعني هو تقريبا هتبقى كلها معسكرات بره مصر يعني. كلها تقريبا معسكرات بره مصر عند الميعاد بتاع الاولمبيات ان شاء الله. في اللعبه دي ايه الصعوبات اللي بتواجهها اللاعبين؟ لا كل حاجه، الادوات لا ادوات بسم الله الرحمن الرحيم، ده احنا الادوات مش بنعرف نخرج بقى من المطار. انا بجد ازاي؟ والله هو انا ما اعرفش يعني، هو سبحان الله ما كنتش العب لعبه صغيره كده احطها في الشنطه. والله العظيم والله كارثه خروج الادم من المطار. ربنا يديك مضارب وكور صغيره لازم رمح يعني. واجري والله وبهدله وبتاع فاهم. هي انا عندي الرمح حوالي 2 متر 60 سنتي يعني 3 متر. فده بقى عشان اخده وادخل بيه المطار داخل تفجر المطار اصلا. والله هو ربنا اوقات بيوقف لي كده ناس كويسه جدا. بياخدوا مني الرماح وينزلوا بيها من المطار من الاسانسير وحاجات كده، ويقول لي احنا خلاص احنا هنمشيه لك كده، مش هينفع نمشيه اوتوماتيك، عشان اوتوماتيك اقصى حاجه متر ونص، فاقصى حاجه متر ونص. انا ذات نفسي ما ادخلش في الاوتوماتيك. تمام. ف ما شاء الله يا جماعه الكابتن يعني متر 90 تقريبا 94 ما شاء الله 90 ما شاء الله طبيعي يعني. فدي اوقات بقى دي بتبقى كارثه. انا ما عنديش مشكله في الرماح بره مصر خالص. للاسف ما عنديش مشكله بره مصر خالص. يعني انا لو مثلا في اوروبا او حته في الحته دي ما عنديش مشكله، هم هناك عارفين الرمح فبياخدوه من غير ما اقول اي حاجه. هنا بقى وانا خارج بقى تمام. المشكله بقى وانا جاي بقى مثلا وهركب الخطوط بتاعتنا بقى. بس خلاص المفروض ان يعني ده هيتعودوا ويبقوا فاهمين القصه. والله انا في مره لعبت بطوله من غير رماحي والله فعلا اقسم بالله. كنت في معسكر وجاي خدوا الرماح. المشكله ان انا كنت بروح المعسكر ده كل سنه والراجل اللي هناك عارفني، فخد مني الرماح عشان يوديها. جه المدير بتاع المكان المحطه دي قال لي لا مش هينفع ده سلاح. قلت له يا عم والله ما دبابه.
قلت له ده رمح والله ما دبابه. يقول لي لا ده سلاح يا عم. والله ما سلاح. المهم سابه جبته بقى عن طريق بقى شحنته وعملت له شحن وبضائع ودنيا ودفعت عليه جمارك كمان. وهو اصلا في الاخر يعني يا جماعه والله ما لا ببلع ده والله ده انا جبت له قلت له يا عم انا منتخب مصر وانا جاي في مهمه وطنيه ووديته القرار الوزاري. انت طلع له بس صوره بتاعتك من الانترنت اقول له اهو خلينا هو برده كان خلينا احنا معانا مداخله من كابتن ياسر رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي. كابتن برحب بحضرتك. اهلا بيكم اهلا بيكم انا رحب بيكم كل سنه طيبين وموسم جديد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله منورنا في الحريفه وكابتن ايهاب منورنا. كلمنا كده شويه عن كابتن ايهاب بقى. والله طبعا يعني 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 الشهاده مجروحه زي ما بيقولوا ان طبعا ايهاب ابننا وكابتن فريق القوى النادي الاهلي وحاجه يعني نموذج يحتذى به على مستوى قول الشباب الناشئين الناشئ اللي جاي عندنا. ايهاب يعني زي ما قلت لحضرتك انا مش بتكلم عشان هو قاعد معاكم يعني هو ايهاب خامه طيبه جدا جدا يعني اتمنى ان كل الناس يبقى زيه لان هو راجل بطل من يوم ما جه النادي فتره اعداده وجوه ملعب بره الملعب حاجه يعني تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر كلها ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك حبيبي يا ايهاب حبيبي ربنا يوفقك ان شاء الله واحنا كلنا بندعمك نادي اهلي اعضاء تدريب مجلس اداره مصر كلها وربنا يوفقك ان شاء الله في باريس واملنا بقى نرجع تاني نتحط على خريطه الالعاب القوى العالميه باذن الله تعالى باذن الله باذن الله باذن الله. كابتن كلمنا عن القادم في النادي الاهلي البطولات اللي النادي الاهلي هيشارك فيها وكمان دور كابتن ايهاب مع حضرتك في البطولات القادمه. احنا بنستعد حاليا احنا في فتره اعداد لبطولات الدرع اللي هتبدا ان شاء الله في يناير. بنبدا بطولات القاهره طبعا دي تعتبر بالنسبه لنا يعني مش عايز اقول احماء مش عايز انقص لا هي بطوله برضو انما بتعتبر اعداد جيد لبطولات الجمهوريه. اللي هي تبدا شهر 2 و3 وبعد كده ان شاء الله في 5 بعد رمضان ان شاء الله كل سنه طيبين ان شاء الله دي عمر وصحه ربنا. احنا حاليا جميع المراحل السنيه بتشتغل اعداد جيد عشان ان شاء الله البطوله كالمعتاد نحصدها للنادي الاهلي ونحقق فيها ارقام قياسيه اللي احنا متعودين نحققها كل سنه الحمد لله. احنا مقياسنا دلوقتي ارقام قياسيه مش بطوله بس الحمد لله بنبعد عن منافسينا وفي نفس الوقت بنحقق التارجت لينا يعني انا اسف احنا مثلا يعني لو كسبين بسبع نقط لا الماتش الجاي عايزين نكسب بتسع نقط وهكذا يعني والحمد لله احنا بنوفق في هذا ان شاء الله باذن الله. ايهاب طبعا على اساس ان هو نقول يعني احنا عايزين حضرتك توجه له رساله هو ولاعيب النادي الاهلي كده تقول له ايه يعمل ايه الفتره الجايه والله قدام الناس بقى يعني قول له قدام الناس قول له خلي بالك من نفسك وما تكسلش ويعني ما تدخلش مجهود خاصه في الظروف اللي انت كلمت كنت بتتكلم عنها في اللقاء دي لا ابذل اقصى مجهود عندك وانت وكل الناشئين عشان تحقق الهدف بتاعك مفيش حاجه تقيسك يعني مفيش حاجه تنال من عزيمتك دايما فكر في الايجابي السلبي مش بتاعنا احنا في العاب القوى في حاجه اسمها عندنا القدره على العزل احنا عايزين نعمل نفسيه تماما ونفكر في الايجابي الايجابي ده هو اللي حقق لنا بطولاتنا حقق لنا التقدم حتى على مستوى اي قطاع سواء كان رياضي او اقتصادي او او او, أو انتاج يعني فهو بوجه له الرساله دي ان احنا بنتعشم احنا كلنا مستنيينك وانا اولهم يعني تحليل نتيجه طيبه وتاني ما تكسلش وخليك في الناحيه الايجابيه سيبك من السلبيات اللي احنا بنعيشها كتير يعني ما تقلقش يا كابتن ان شاء الله ما تتكسر ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا يا كابتن نورتنا. طيب تعالوا نطلع معانا فاصل ونرجع نلعب معاك تاني علشان نشوف عامل ايه في المنافسه اللي احنا هنعملها النهارده هتكسب ولا احنا اللي هنكسب. فاصل ونرجع تاني استنونا. ورجعنا لكم مره تانية ولسه بنكمل مع حضراتكم حلقتنا وفقرتنا مع كابتن ايهاب عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في العاب القوى. جاهز للعب ان شاء الله. طيب الفقره دي مش زي اللي فات انا عايزاك تنسى اللي فات خالص. الفقره دي اسئله كده اسئله بقى كده قويه هنسمح لك في نهايه الفقره ان انت تستخدم تقنيه الفار لو حسيت كده باي ظلم معين ان شاء الله مش هتحس بيه خلاص والرد لو سمحت يكون ايه سريع احنا منجز على طول ماشي. السؤال الاول ايهاب عبد الرحمن فكر في الاعتزال ليه لما اكون خلاص ما انتش حاسس ان انا هدي ده جاوب بسرعه فعلا ما شاء الله ينكر. كابتن ايهاب ايه الحاجه اللي ممكن تخليك تمشي من النادي الاهلي وتروح للنادي الثاني؟ هبقى هعتزل لو قالوا لي خلاص هقعد
مش هتروح اي نادي ثاني؟ لا خلاص. حتى لو لسه قادر تلعب والاهلي قال لك مش ما بقاش بحاجه؟ خلاص ما فيش. جماهير الاهلي بالنسبه لك ايه؟ لا دي بقى دي مش محتاجه جمله صغيره، دي عايزه كتير بقى لسبب. اتفضل. انا في وقت ما توقفت بصراحه كان في رد فعل من جماهير الاهلي بصراحه خلاني احس ان انا فعلا ما بلعبش لعبه فرديه. احنا عندنا اللعبه الفرديه ما حد، احنا طبعا الالعاب الفرديه كان زمان ما حدش يعرف عنها حاجه، دلوقتي طبعا الوضع اتغير. بس في وقتها فعلا جماهير النادي الاهلي يعني حتى الصفحات على اي منصه السوشيال ميديا كل الناس كانت بتدعم، كل الناس بتدور على الحقيقه فين، لدرجه ان انا كان في عملوا ايهاب عبد الرحمن فوق الشبهات، فكانت دي حاجه لا يعني لو قعدت اشكرهم من هنا ل 100,000 سنه قدام لا مش كفايه. تاني او تالت او رابع سؤال بيتكلم عن جماهير الاهلي، هل شايف انه دلوقتي الرياضات الاخرى او الالعاب الاخرى اقل نجوميه، ابطالها اقل نجوميه من الكوره بالرغم من ان الكوره ما بتعملش نفس انجازات الرياضات الاخرى؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، انا في دي هو انا دي ليا راي، كده كده الكوره في العالم كله مش عندنا احنا بس، هي المشكله في العالم كله مش عندنا بس، الحمد لله دلوقتي بقى في احسن كتير، الناس بقت تعرف الالعاب الفرديه دلوقتي والابطال كلها. فانا ما ينفعش اجي اقول لا انا لازم ابقى زي الكوره، انا بعمل نتائج احسن من الكوره. ماشي برافو احنا بنعمل نتائج كويسه وكل حاجه بس هي ابينا ام لم نبقى او ايا كانت بتتقال ازاي ام لم نشا ايا كانت ايه هي الكوره. الناس كلها بتحب الكوره، انا بحب الكوره وانا بالظبط ونجيب تقسيمه ونقسم. فهي الكرة لازم الناس، هي رقم واحد في العالم مش في مصر بس. بس دلوقتي لا احنا خلاص تعرفنا الناس كلها بقت عارفه اللعيبه دلوقتي، فدي بقت حاجه كويسه كمان يعني، دي حاجه تحسب للاعلام عندنا في مصر والدوله كمان باين قوي اهتمام الدوله الاميره بالرياضات الاخرى في اخر كام سنه، البطولات والتنظيم وحاجات كتير وبنيه تحتيه ملاعب، كان الاول كرة بس لا بقت ملاعب وصالات وحاجات كلها لكل الالعاب، ادوات كمان. صح مظبوط. نخش على التقيل، يلا بينا. قول جاهز؟ ان شاء الله. في الفتره الاخيره شفنا ان في لاعبات ستات في كل الالعاب ما شاء الله ناجحين جدا وبيخشوا بطولات وبيكتسحوا، هل ممكن تقبل ان شريكه حياتك تكون لاعبه رياضيه في اي لعبه بالاخص رمي الرمح؟ والله بص انا هقول لك حاجه، هو انا كنت اتمنى بس الحمد لله هي يا سلام. ايه ده؟ ايه التواضع ده؟ كنت تتمنى؟ لا جاوب بصراحه. الصراحة أيوة. بصراحة عشان أبقى صريح يعني عادي عادي لا 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 بصراحة عشان أبقى صريح هو عادي، أنا ما عنديش مشكلة خالص يعني، هي لو بتلعب رياضة أنا مش هحجر عليها يعني. هو خلاص أنا حبيتها في الوضع ده واتجوزتها في الوضع ده، فما ينفعش أقول لها بطلي. شفتي جاب الخلاصة. برافو عليك برافو عليك. لا بنقبل الناس زي ما بناخدهم بالظبط، ما بنحاولش نغير حد، احنا كده كده هنتغير كلنا، هي هتتغير. انا هكلم مراتك بعد ما تخلص كده. ما بتلعبش الحمد لله. الحمد لله خلاص. هو كلنا بنتغير بس بنوصل للكمال لينا احنا الاثنين. صحيح. يعني لينا احنا الاثنين ايه المناسب لينا احنا الاثنين. انما عشان مثلا هي مثلا بتلعب انا اقول لها لا انت عشان نتجوز تقعدي، لا طبعا يعني مش منطقي، ما كنتش اروح اتجوزها اصلا. صح مظبوط. كابتن ايهاب عبد الرحمن امتى دموع نزلت في اي بطوله او اي ماتش؟ لا انا في موقف طريف بقى مش دموع. انا ميدالي تاني عالم درجه اولى، هي دي كانت اول ميداليه في تاريخ الاتحاد اللي عندي النهارده ولا 110 حاجه. فانا ما كسبت البطوله فانا ما خدتش الميداليه عشان قالوا لنا التكريم تاني يوم التتويج تاني يوم. فانا روحت ده كله ماشي بقي من هنا لهنا بس انا مش فاهم انا عملت ايه. كل اللي قابلني يقول لي انت بقالك 100 ده اتحادكم 105 انت اول ميداليه في الاتحاد، اقول له يعني اللي جاب اول ما اتشهرش زي ما انا اتشهرت. فدخلت جوه ونمت وبتاع ورحت قافل الموبايل، ما رضيتش افتح الموبايل خالص ونمت، فافتكرت اني بحلم. فصحيت كده فرحت لواحد صاحبي جنبي قلت له يا ابني هو انا اللي معايا في الاوضه، قلت له انا واحنا انا لعبت ولا ما لعبتش ولا ايه؟ قال والله انت لعبت وكسبت. قلت له طب امال في الميداليه؟ انا عمال انام مش عارف انام. فروحت جبت الميداليه، من اول ما جبت الميداليه اللي عندي كل شويه اصحى اروح جاي عارف اللي هو محبوط كده ابص على الميداليه وارجع انام تاني. فما لحقتش اعيط بسبب السويتش معايا اللي حصل. فجاه يعني انا ما لحقتش اعيط لسبب ان انا ما فهمتش حاجه. يعني عارفه اوقات كده الواحد بيعيط لما خلاص انا خدت الميداليه وحاجه انا عارف اللي حصل وهي فاهم. لا ده انت مش فاهم اصلا. انا بقى ما فهمتش بقى، وصلت مرحله فعلا والله بجد حرفيا يومها ان انا ما فهمتش.
انا ما فهمتش معنى كلمه ما فهمتش، فما لحقتش يا حبيبي تعيط خالص في البطوله وبطوله العالم في الشباب بقى، كنت انا لسه ايامها ما اعرفش يعني العب قوه. فما خسرت عملت تاني. طبعا تاني دي كانت اعجاز وجاي من سنه، يعني الناس كلها بتعمل اعداد للميداليه دي مثلا من 4 5 سنين مثلا عشان تجيب ميداليه، انا لسه بادئ من سنه. فالمدربه انا قاعد مخنوق كده، فبقول لي مالك يا ابني المدرب، هموت من الفرحه. فقلت له انا خسرت. قال لي خسرت؟ قلت له خسرت ايه؟ قلت له في واحد كسبني. فحسينه هيلعب كوتش يديني فراسي. قال لي يا ابني تعمل تاني شباب تاني عالم. واحد كسبني واحنا بنلعب. قلت له يا كابتن ما انا في مصر بكسب كل الناس وبكسب الدرجه الاولى، ازاي اخسر هنا وبتاع. فانا ما كنتش فاهم برضه في دي. بس دي بقى انا لما فهمت جالي بقى حاله ذهول بقى. انا عملت كده. دي بعد لي شهر بقى في الحته دي بقى اللي هو ايه؟ ايه ده؟ انا عملت ايه؟ وكل يوم اصحى ابص على الميداليه واقفلها تاني، كل يوم اصحى اقفل الميداليه. فالحمد لله ما جاتش معايا بعياط، لو جات بعياط كنت غرقت الاستاد. كنت بهدلت الدنيا طبعا. ايوه رق حاجه اول مره اول واحد يعملها. فعلا كنت بهدلت الدنيا، لو يعني ما كنت مش كان حد هيوقفني بقى، ولا كان هيوقفني كنت هجري وراه. هي كابتن ايهاب عبد الرحمن بيتعرض لياس الاحباط في بعض الفترات؟ بعض الفترات؟ لا لا. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا مريت بحاجات تخليني ابطل كتير، بس انا عندي اقتناع تام طول ما انا عايش على وش الدنيا بحاول. وطالما بحاول يبقى اكيد محاوله هتيجي معايا. لو وصلت مرحلة ان خلاص مفيش، خلاص يبقى خلاص اقعد في البيت. بس حاول حاول دايما، حاول واشتغل على نفسك، وحاول واشتغل على نفسك. مفيش حاجة بتيجي سهلة، يعني انا اللي انا شفته مفيش حاجة بتيجي سهلة. بالظبط، مع انك ابتديت كلامك بان الموضوع جه معاك باي لك، والموضوع جه كده وحد قال لك روح، بس انت تعبت واشتغلت. انت واخد الموضوع ممكن بشكل كوميدي وكده، بس انت تعبت وقدها وعندك المقاومات واشتغلت على نفسك لغاية لما وصلت هنا. ولازم يبقى في حافز، يعني انا كان عندي حافز ان انا طبعا الثانوية العامة كانت مقبرة لكل الناس طبعا. فلما ما جبتش مجموع كويس كنت حاسس اختي ووالدي ووالدتي كان دايما نفسهم يحسوا ان ابنهم كويس، انهم عمل حاجه. فانا ما عرفتش اديهم دي. انا اختي ذات نفسها كان نفسها قالتها لي ان انا نفسي اتفشخر بيك، اقول اخويا كويس، اخويا جاب كل الطب اخويا. فلما جات لي الفرصه ولقيت المدرب قال لي انت كويس، قلت لا انا هجرب وامسك فيها. وكنت ايامها 18 سنه وجاي من الشرقيه لوحدي وما عنديش بيت وما عنديش اي حاجه، ويعتبر قاعد في الشارع ما فيش حاجه. قلت لا انا مش هروح بلدنا، يا اروح ناجح يا خلاص. فقلت بس هكمل، وكملت حاجات كتيره. كنت بكذب على والدي ووالدتي عشان طبعا ما فيش حد يرضى اولادهم يتبهدلوا. يعني لو قلت لابويا مثلا انا النهارده مثلا نمت جعان مثلا، ابويا مش هيوافق ده طبعا، مش هيوافق. وده حصل طبعا كتير. طبعا طبعا كتير طبعا. ما اقدرش مثلا والحاجات دي اللي بتخليني دلوقتي يعني احس ان الدنيا كويسه، اللي هو انت كل ما تفتكر زمان انت اتبهدلت، فانت دلوقتي لازم تعمل حساب لده، اللي هو لازم تتمرن كويس، لازم تبقى كويس عشان ما ترجعش لده. صح. ده بيخليك تطلع قدام. انت لو خلاص انت لو استكفيت مع احترامي الشديد هترجع تاني. لازم دايما في طموح، في شغل، وفي على نفسك بالظبط. وانت لازم تشتغل على نفسك عشان مش حد هيشتغل عليها، يعني مفيش حد هيقول لك ايه اعمل، لازم انت اللي تعمل. يعني في وقت المكسب انت اكتر واحد فرحان، في وقت الخساره انت اكتر واحد زعلان. يعني حتى اهلي اللي هو ابويا وامي بيزعلوا فعلا بس مش زيي، وبيفرحوا فعلا بس مش زيي. فلازم انا اللي من جوايا ابقى مقتنع ان انا لازم اشتغل، انا اللي من جوايا لازم ابقى مقتنع ان ما ينفعش اسلم لاحساس ان انا تعبت. لا إيه، ريح وكمل. هي والله عايزه اعيط سنه. يعني ده بقول كلام كبير قوي. لا انت بتقول كلام كبير على فكره. البليزر ده مهدين من ساعه ما البليزر. البليزر ده مغيرك النهارده. من ساعه ما البسه حاسس ان انا بني ادم تاني خالص. انتقم معانا على فكره. ما قالوا لي فقلت لازم لازم. ما حدش قال لك حاجه، هي جت كده اصلا. ايهاب عايز اعرف نفسك في ايه وطموحاتك في ايه الفتره الجايه؟ انا نفسي ان شاء الله ربنا يكرمني بالميداليه الاولمبيه السنه الجايه باذن الله 2024 في باريس. وقتها احس ان انا خلاص انا عملت كل حاجه انا عايزها. اعتقد ان انا بعدها بنسبه كبيره اعتزل، يعني اللي هو خلاص يعني اعتزل وانا في احسن مكان، احسن ما اعتزل وانا تحت. برافو برافو فعلا. بعد كده ابدا بقى اشوف بقى اللعبه بتاعتنا دي ايه المطلوب ان احنا نعرف نعمل ابطال كبير كتير. احنا عندنا مواهب كتير جدا،
بس ايه المطلوب؟ ابدا اشوف لو هقدر، لو اي حد عايزني اساعد هساعد طبعا، ما عنديش مشكله. بس لا، ميداليه اولمبيه دي رقم واحد، دي رقم واحد يعني، ورقم 2 و3 ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بعد كده طبعا بقى اركز بقى في البيت شويه، عشان انا مراتي تقريبا شبه هتضربني يعني، يعني نفسي انا اعتذر النهارده قبل بكره. لا معسكرات وبتاع ما بتشوفش. لا لا يا ست، لا احنا عايزين بطولات، احنا مستنيين بس شويه، استحمليه سنه. والله معلش. انا في فرحي تاني اسبوع سبتها ورحت معسكر. معسكر ايه، اهلي ولا منتخب؟ لا منتخب. معلش مصر. يعني قعدت اسبوع بالظبط والله بجد. مصر كل ما استحملي بقى. ربنا يكون في عونها والله. هي وابويا وامي واختي ربنا معاهم بصراحه، هم استحملوا كتير، ومرات استحملت كتير، وابني اللي ما بيشوفنيش ده برضه يعني لما يكبر حاسس مش هيعرفني، هيجي يقول لي انا بشوفك كده بس انت رايح فين؟ انت مين انت؟ معلش. هو ده بيبقى دايما الثمن اللي اي بطل في اي رياضه بيدفعه. بالظبط. من حاجات تانية الناس لازم تبقى فاهمه ان الدنيا مش وردي قوي. ما هي دي الميزه، ان هم بيساعدوا بقى. دي حقيقه، دي حقيقه. هي دي الميزه. كابتن ايهاب انا مبسوطه قوي قوي ان انت كنت موجود معانا، وبدايه يعني تفائلت بيها بوجودك كده. ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. كل التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله هنبقى مع بعض بعد اولمبيكس. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اميره بشكرك النهارده، كانت اول حلقات الحريفه. الحمد لله. ان شاء الله الحلقات الجايه كلها تبقى ننفع بيها الناس تستفيد اكتر، وجمهور النادي الاهلي بالاخص يستفيد. مشاهدينا الكرام، كنا موجودين مع حضراتكم انا واميره فراج النهارده في برنامج الحريفه، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وكده. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكركم شكرا جزيلا.